أعزائي أصدقاء، حييكم حميد عقبي من باريس. أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة، وألتقي بكم مجددا وفي لقاء حول قضايا نقدية عربية. وبدي أذهب معكم اليوم إلى المشهد الروائي الجزائري. اليوم تقريبا أو منذ عدة أيام هنالك جدل كبير جدا في حول الرواية أو حول جائزة آسيا جبار ورواية هوارية إنعام بيوض، والتي فازت في هذه الجائزة. ذهب البعض طبعا إلى الشرح أو إعطاء بعض الآراء حول هذه الرواية، وأنا هنا حقيقة لم أقرأ الرواية بحيث أن أستطيع أن أناقشها معكم. البعض ذهب لأنها تتحدث عن الهامش ويراها أنها مخيبة ويراها أنها يعني تدخل في قضايا أو فيها بعض الألفاظ. البعض يدافع عنها ويدافع عن لجنة التحكيم ويدافع عن أصالة هذه الجائزة، ويعني لا يشكك أبدا في نزاهة لجنة التحكيم. لكن حقيقة هذه القضية أو هذه الجدل أو هذا الجدل الكبير الآن الموجود هو إحدى إفرازات تعقيدات المشهد الروائي الجزائري. أنا لن أذهب إلى الرواية ولن أذهب إلى الحديث عن الجائزة، والجائزة هي تعتبر من الجوائز المتميزة في الجزائر. وربما يعني هذا يقودنا إلى الحديث أو إلى النقاش أو الوقوف إلى بعض القضايا المهمة في المشهد الروائي الجزائري. أنا وأعوذ بالله من أنا لدي كتاب صدر عن دار حروف للنشر بعنوان المشهد الأدبي الجزائري مقاربات ومواجهات ساخنة، وتحدثت هنا كانت حوارات مع أكثر من ثلاثين شخصية أدبية روائية خاصة، وكان هناك نقاشات، يعني كان عبارة حوارات أنا نشرتها على عدة صحف بعد ذلك جمعتها في هذا الكتاب. لست بعيدا عن المشهد الروائي الجزائري أو المشهد الأدبي الجزائري والمشهد الفني الجزائري، لأن نحن في المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح عملنا أكثر من 50 مادة، ندوات، تكريمات، قراءة لأعمال أدبية روائية، شاركنا نقاد من الجزائر عبر منصة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. ومنذ نشأة المنتدى كان الكثير من الأصدقاء الجزائريين أدباء وكتاب ومبدعين وباحثين أيضا يعني متفاعلين معنا بشكل جيد. لذلك أحاول وسوف أحاول أن ألخص رأيي في هذه القضية باعتبار أني أيضا لست دخيلا، وباعتبار أنني يعني لدي اهتمامات كبيرة جدا بالمشهد الجزائري الروائي، بالمشهد الأدبي، بالمشهد الفني، و يعني لدي أيضا يعني سيناريو مهم جدا نشر باللغة الفرنسية بلال وحورية، وهذا العمل السيناريو المنشور باللغة الفرنسية أنا تحدثت فيه أو الشخصيات اللي فيه أو قضايا اللي فيه هي قضايا جزائرية، يعني شخصيات جزائرية انتقلت إلى باريس، وهنالك اشتغالات أيضا على الداخل والخارج، يعني وجهة نظر إلي أو بعض الأشياء من خلال احتكاكي بالمبدعين الجزائريين بالمشهد الجزائري، بأني أيضا زرت الجزائر في 2007، زرت وهران، وفي ذلك في أول مرة كانت وآخر مرة تم دعوتي من مهرجان الفيلم العربي، وبعد ذلك رغم جهودي ودائما نحن نتفاعل مع المشهد الجزائري. وكذلك يعني في إحدى السنوات تقريبا 2018 قدمت أيضا بحث ل إحدى المؤتمرات في الرواية، وكانت عن الصمت في العمل الفني تقريبا اشتغلت على. المهم أنا بدي أذهب هنا لست هنا أتعرض للأستاذة إنعام بيوض، وإنعام بيوض معروفة كمترجمة، كروائية، فنانة تشكيلية، لديها عدد من الاشتغالات المهمة جدا، فلا يعني نحن لا نستطيع أن نحكم الآن أو لا نستطيع أن نحاكم هذه الرواية، وربما لماذا لا أن نخصص لها جلسة أدبية نقدية لاحقا إذا رغب الأصدقاء من الجزائر التواصل معي، ونرحب بكم في قراءة نقدية على منصة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. أنا ما أعتقده أو ما أحاول أن يعني ألخصه معكم هذه أو في هذه الحلقة، أولا ربما تقريبا هذه الإشكاليات وهذا الجدل هو إفرازات من التعقيدات التي يمر بها المشهد الروائي والمشهد الأدبي الجزائري بشكل عام. والسبب في ذلك يعني السبب بسيط جدا، ربما هنالك أسماء قليلة جدا، أسماء قليلة معدودة جدا
هي تسيطر تقريبا على المشهد الأدبي والمشهد الروائي، خاصة المشهد الروائي. هناك مجموعة بسيطة وقليلة جدا من الروائيين الجزائريين، سواء هم موجودين في الجزائر أو ما بين الجزائر وفرنسا، وهؤلاء يعني بعضهم حصل على جوائز مرموقة وخاصة من دول الخليج وألقاب وتكريمات ضخمة جدا. نحن إذا جينا فقط لمراجعة النشاطات الثقافية في الجزائر لعام الماضي مثلا، سنجد أن 3-4-5-6 من الأسماء اللي تم الاحتفاء بهم بطريقة مبالغة جدا. يعني تصوروا أن أحدهم يعني أكثر من 120 أو 130 يعني فعالية عبر التراب الجزائري، مؤتمرات، استكتابات، رسائل ماجستير ودكتوراه، لأنه فقط فاز في إحدى مسابقات الرواية العربية. الشخصية أخرى عظيمة نحبها ونقدرها حصلت على تكريم أو وسام أو ولا لقب، يعني عبقري أو نابغة، وحصل على أكثر من 30-40-50-60 فعالية بداخل التراب الجزائري وخارجها، يعني تكريما له على هذا اللقب وعلى هذا الاحتفاء، والتكريم هو يستحق. لكن ما أريد أن أقوله هو أن هذه الأسماء في أسماء قليلة جدا حقيقة. يعني أنت يعني ككاتب أو لديك روايات 10-20-30 رواية إن شاء الله، ستجد أن عندما يكون هناك 10 دراسات ماجستير ودكتوراه على أعمالك، 30-40 فعالية أو 50 فعالية تحتفي بك في كل محافظة وكذا، ألا تجد فرصة أو وقتا ما، أو يعني تصل إلى مرحلة ما وتقول لهم للنقاد وتقول يكفي، أنا درست بما فيها الكفاية، أنا عرفت بما فيها الكفاية، ولكن هنالك أصوات أدبية شابة وهنالك أصوات أدبية جيدة تكتب حتى منذ سنوات طويلة لكنها لم تحالف بالفوز في جائزة خليجية أو جائزة جزائرية بحيث يحتفى بها، ولكنها تكتب بشكل جيد وتكتب بشكل حديث ولديها يعني إمكانيات. ألا يمكن أنتم الخمسة أو الستة الذي يتم الاحتفاء بكم على مدار السنة على التراب الجزائري، يعني في الجامعات، في الكليات، في كل مكان، يعني ما في مكان إلا يحتفى بكم وإنتوا 3-4-5، يعني عدد محدود جدا، ألا تجدون يعني مثلا يعني إلى أن تقولوا يعني كلمة حق، يعني تقولون للأساتذة أو مدراء الدراسات الأكاديمية يكفي دراسة إبداعنا، اذهبوا وادرسوا إبداعات أخرى يا جماعة، يعني نحن جزء من كل، يعني هناك إبداعات وهناك أصوات لم تنال حقها، لم تنال حقها، وفي ناس يكتبون ربما منذ سنوات وليسوا يعني هم يعني جدد أو هم أصوات جديدة، وهناك أصوات جديدة تستحق الاحتفاء. أنت عندما تظل أنت فقط يعني تقرأ ما يكتب عنك وتقرأ وتذهب كل يوم إلى مؤتمر وتذهب كل يوم إلى تكريم وتذهب كل يوم لتراجع رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه كتبت عنك، وكل يومين 3 أيام مقالة دراسية عنك من جزائريين أو غير جزائريين، يعني ألا يأتي وقت من الأوقات وتقول ربما يعني أنا أحتاج أيضا إلى أو تلفت انتباه هؤلاء وتقول لهم هنالك شيء آخر؟ يعني هل لدينا شجاعة هؤلاء 4-5 اللي هم أو 6 أو حتى 10 اللي هم مسيطرين على المشهد الأدبي والإبداعي الجزائري أن يقولوا يكفي، درسنا بما فيها الكفاية، كتب عنا بما فيها الكفاية، قرئنا بما فيها الكفاية نقديا، توجه أنت إلى أن تقرأ شعبيا مثلا، يعني حاول أن ترى هل كتاباتك ورواياتك يعني منتشرة، يعني بحيث أنك تعمل مثلا طبعات شعبية رخيصة توزع هذه الطبعات في المدارس مثلا أو كذا، بحيث أن تقرأ يعني من قبل الناس وليس من قبل النقاد وطلاب الدراسات العليا. يعني طلاب الدراسات العليا، هنالك فئة من طلاب الدراسات العليا في العالم العربي في كل مكان، عندما يبحث في موضوع الماجستير وبعد أن ينتهي منه ممكن أن ينسى كل شيء عن ما كتبه. رسائل الدكتوراه والماجستير أغلبها في العالم العربي للأسف توضع في خانات وتوضع في الرفوف، ولا يعني نادر ما يطبع أو نادر ما يناقش أو نادر ما يستفاد منها المشهد الأدبي سواء في داخل الجزائر أو في العالم العربي عن هذه الدراسات والبحوث.
هناك أيضا شيء مهم جدا، الجزائر وهؤلاء مثلا المجموعة الذي لديهم تأثير، لديهم القدرة على الاتصال بالوزير، لديهم القدرة على الاتصال بالمصادر القرار، ويقولون ويهمسون مثلا في إذن الوزير: نحن الجزائر الدولة العظيمة ذات التاريخ العريق. يعني لو نراجع تاريخ الجزائر 100 عام، يعني منذ الاحتلال الفرنسي إلى الآن وكذا، وخاصة فترة الاحتلال الفرنسي، الثورة الفرنسية الرائعة، المليون شهيد الذين كذا، في كل بيت قصة وفي كل زاوية قصة وفي كل قرية قصة ورواية وشخصيات وأشياء كثيرة جدا يا جماعة. يعني أنتوا، أنا قبل مدة كنت راجع فيلم لألان غيني عن الثورة الجزائرية، أو تطرق إلى أحد الجنود العائدين من الثورة أو من البلدان الجزائر، وكيف يقول ويرى يعني كيف هذه المتغيرات عكس ألان غيني بشكل موضوعي أو بشكل جاد، بأن يعني يقول البطل، يقول الجزائريين لهم الجزائريون لهم رؤية، لهم ثورة، لهم يعرفون ما يريدون. وفعلا أثرت، يعني بمعنى يجب أن نكون كما ذلك الجيل، لدينا ما نريد، لدينا أهداف معينة نريد أن نحققها. الآن الحمد لله وبفضل الله الجزائر يمتلك المليارات، ليس بلدا فقيرا. فعندما تأتي إلى الجزائر، يعني هناك جائزة الرئيس، يعني عندما قرأت عنها $5,000 جائزة الرئيس، بشكل يعني $5,000 يا أخي يا عمي، يعني لماذا أنتم أصحاب الذين مسموعين ولديكم شهرة وأنتم من أسرة الإبداع ومن أسرة المشهد الثقافي والإبداعي الروائي، أن تهمسوا في أذن الرئيس وتقولوا بدل 5 خليها 50 يا أخي، بدل أن تكرم واحد خليه 5. يعني ليس صعبا جدا، لأن الجزائر بلد عظيم، والجزائر بلد ثري 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 جدا، يعني أثرى وأكثر ثروة من بعض بلدان الخليج العربي. يعني رواية أو مسابقة أو مركز، هل يوجد في مركز خاص مثلا للدراسات الروائية، بيت للرواية، بيت للدراسات الروائية، يعني معهد خاص أو متخصص أو مركز أو كذا؟ لا أدري بالضبط. هؤلاء الشباب من حقهم، يعني عندما يشعرون أنهم يعني يرحلون وينسون وينسون وينسون، وكل يوم وكل أسبوع رسالة دكتوراه وماجستير، بحث طويل جدا، مجلات أو كتب أو دراسات أو مؤتمرات تخصص عن 1 2 3 4 5، يعني يكفي يا جماعة. يعني والله يعني مشكلة كبيرة. يعني هؤلاء الأشخاص المعدودين جدا، يعني يجي لك هذا من باريس وهذا يجي لك ربما يكون غير مقيم في الجزائر، يعني كل هذا. يعني حتى أحد الأصدقاء الذين فازوا في رواية كتارة، وعندما يعني ذهب ويعني زار كل، تقريبا عقدت عليه أكثر من 100، يعني 100 فعالية، قال أنا تعبت من كثرة المقابلات والقنوات الإذاعية والقنوات التلفزيونية والقنوات الصحفية، ألا تذهبون أيضا إلى هؤلاء الشباب الذين يحملون رؤية ويحملون فكرا ولديهم أسلوب، هل قرأتوهم؟ يتميز المبدع الجزائري حقيقة، وخاصة مثلا بالنسبة للنقاد أو طلبة الدراسات الماجستير والدكتوراه، وهم اليوم يعني تقريبا في السنة تناقش 100 إلى أكثر من 150 دراسة أو بحث للماجستير والدكتوراه، يتميزون بأنهم يعني شغوفين وأنهم يحبون، بس يحتاجون إلى نوع من الدعم، يحتاجون نوع من التوجيه. الأساتذة أو عمداء الكليات أو العمداء اللي هم المسؤولين عن الدراسات والبحوث، عندما توجههم إلى 3 4 5 6 7 أشخاص فقط، يعني أنت يعني لا تستفيد حقيقة. وجه طلابك، أو أنتوا أساتذة المشرفين على الدراسات والبحوث، وجهوا طلابكم إلى يعني إبداعات، إلى إمكانيات جديدة، إلى أصوات جديدة، إلى أساليب جديدة، إلى ناس لم تقرأ يا أخي بحثياً. يعني لهم ربما أكيد عندهم، يعني حتى ولو كان هناك يعني، والتكريمات هذه والمؤتمرات هذه كلها تنصب فقط على أسماء قليلة، ألا يكون هذا ظلم؟ ألا لماذا هم الآن يثورون أصوات وناس تشكك بالجائزة آسيا، وتشكك آسيا جبار، وتشكك بنزاهة النقاد، لأن هذا حصيلة حاصل، هذا الاحتقان حقيقة، لأنكم أنتم أهملتم هذه الأصوات، أنتم أهملتوهم. يعني أنتم بس تريدون مثلا من الشاب كذا أن يأتي يتحدث عن فلان وعلان وفلان وعلانة فلانة وعلان وفلانة وعلان، يعني يا يكفي يا جماعة، يعني في
تأتي مرحلة من المراحل أنك يعني أنت تشبعت بهذه الشخصيات التي يكتب عنها جزائريا في مجال الرواية أو يعني وخاصة في مجال الرواية، وهي أسماء قليلة جدا بعدد الأصابع، عدد أصابعنا اليمنى أو اليسرى، يعني يكفي. إذن هؤلاء الرموز، نقول أنهم رموز، ولماذا لا، أنهم رموز أدبية أو رموز فكرية أيضا، ورموز مسموعة ومسموعة، يعني تذهب إلى الخليج، تأتي من الخليج، تذهب إلى مؤتمرات دولية، إلى كذا. يعني أنتم أيضا أليس من واجبكم أيضا أنكم قدمتم أنفسكم بما فيها الكفاية، قدمتم إبداعكم وشخصكم بما فيها الكفاية، ألا يأتي يوم أنكم تقدمون جزء أو تقدمون جزء على الأقل من المشهد الأدبي والمشهد الروائي الجزائري؟ أليست هذه مسؤولياتكم أيضا، وخاصة أنكم أنتم لستم فقط مثلا كتاب رواية، لا تملكون القلم النقدي، يعني بعض هؤلاء الأصدقاء أو هم أكاديميين أو هم أيضا يمتلكون الرؤى النقدية أو هم أيضا يمتلكون كذا، فتجد إن في بعض هذه الرموز بدلا أن يكتب مثلا عن صوت جزائري أو مجموعة أو ظاهرة روائية جزائرية أو كذا، يذهب ليكتب مثلا على شخص خليجي، وهذه طامة الطامات موجودة تقريبا في كل رموزنا الأدبية في كل مكان تقريبا في العالم العربي. يذهبون يعني واحد ابن يومين لسه أمس يعني كتب رواية أو قصة قصيرة، يفردون له دراسة عظيمة جدا، ولما يصدر رواية يهللون له ويسبحون له وكذا. يعني فأنت يعني أنت قريب، أنت أيضا كمثلا شخصية مثلا ربنا رزقك أو بجائزة عظيمة أو بكذا، أنت تستطيع أن تفرد يا أخي لو 10% من هذه الجائزة تؤسس أو تدعم نادي للرواية، تدعم منتدى للرواية، تدعم فعالية كذا كذا بهذا ولو 5%. يعني طبعا أنت لسه مطالب، بعضنا وخاصة إحنا الأدباء أحيانا إذا حصل حتى الشخص على جائزة يكون مديون يعني ديون خارقة أو ديون كبيرة جدا، فإذا جاءت جائزة يعني على الأقل أنها تسدد نوعا من ديوننا، لأن إحنا كتاب يعني لا نملك درهما، لا نترزق من أدبنا، لا يعني ليس حتى في الجزائر أو حتى هؤلاء الكتاب الكبار يعني ليس كل يعني بمعنى أنه يستطيع أن يعيش أو يستطيع أن يعيش من أعماله الأدبية أو يستطيع أن يربح بالملايين. يعني مثلا يعني تجد روائي أمريكي أو إنجليزي خاصة يكتب رواية وممكن أن يعني أن تكفيها العمر كله، عائد الرواية وعائد نشر الرواية إذا اشتهرت وإذا نشرت بشكل جيد تكفيها العمر كله، بينما احنا والله تنشر حتى 100 كتاب لا تستطيع أن حتى أنها هذه الأدبيات وهذه الإبداعات لا يمكن أنها تجعلك تعيش لمدة أسبوع، حتى لو أنت تكتب بصحف، أنت تعمل ندوات، أنت تعمل أنشطة، يعني كل هذه للأسف أو كل هذه الأنشطة نحن نشتغل يعني مثلا، فلا نستطيع حتى أن نعيش أو لا نستطيع من خلال عملنا الإبداعي أن نعيش حتى لمدة أسبوع يعني واحد يعني. فإذا كنت معكم، وهذا هذه الحلقة اعتبروها مدخل ودعوة إلى الأصدقاء في الجزائر، إلى الأصدقاء النقاد، إلى الأصدقاء الكتاب، إلى الأصدقاء الأعزاء المبدعين الروائيين، وإلى جلسة نقدية على منصة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح. نرحب باقتراحكم والتواصل معي، أكون سعيد جدا أن نناقش هذه القضية بشكل أكبر وبشكل أكثر وبشكل أعمق وبشكل يعني متعدد أيضا، لنصرخ على بعضنا بعض يا جماعة، لنتجادل